السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. غادي نحضر معكم اليوم فطيرة رائعة غزالة. هاد الفطيرة كتجيب بنينة مع واحد الحشوة غتحمقكم الصراحة. نبداو بسم الله بالطريقة مباشرة. كناخدو واحد الاناء، كنوضع كاس ديال الحليب يكون دافي. دائما كنقول لكم اي كاس بغيتو تعبروا به. وكنضيف واحد المعلقة صغيرة ديال سنيدة، معلقة كبيرة ديال الخميرة. صافي، كنخلطوا هاد العناصر مزيان ونشدوا عليها ونخليوها تفاعل عاد باش نكملوا باقي المكونات. من بعد ما داز جوج دقائق حليت عليها. صافي، دابا غادي نكملوا المكونات اللي عندنا في هذه الفطيره. هذه كتجي رائعه الصراحه. كنضيف واحد ربع كاس صغير ديال زيت عاديه، زيت المائده، وكنضيفوا الدقيق مباشره. كنضيف الكاس الاول، الكاس الثاني، ما تنساوش قبيصه الملح، كاس الثاني. انا دابا مازال في كاس الثاني، وكنخلطوا مزيان بيديداتنا باش نعرفوا القوام ديال العجين واش خصنا نزيدوا الدقيق ولا لا. من الاحسن تكون العجينه كتلتصق باش كتجينا الفطيره ديالنا هشيشه. وضعتها في الكسيعه، دلكتها واحد شويه، ثم كندهنها بشويه الزويته وكنغطيها بلاستيك غذائي ونخليها تخمر شي ربع ساعه هكا على ما يتضاعف الحجم ديالها. وفي هاد الاثناء غادي ندوز نحضر الحشوه ديالي اللي كتجي بنينه لذيذه الصراحه وساهله دغيا كتحضر. كناخذ واحد البصله اللي شلطتها، كنوضعها في المقلاه مع شويه ديال الملح وشويه ديال الزيت، وكنخليها تشحر حتى تهبط ليا مزيان. ثم على ما كتولي البصله بحال هكا كتهبط مزيان، عاد باش نضيفوا الجزر اللي حكيته، وكنضيف الفلافل الالوان. ممكن تضيفوا اي حاجه، تضيفوا القرعه الخضراء، تضيفوا ليشوت، هما كيجيو المذاق ديالهم زوين في الحشوات، في العمارات ديال الخبيزات. مهم الصراحه الحشوات هاد الانواع ديال الخضر كيعطيو واحد اللذه زوينه الصراحه. وكنضيف واحد الفص من الثوم محكوك. بالنسبه للتوابل، ربع ملعقه ديال الابزار، وربع ملعقه ديال الخرقوم ديال سكينجبير، وكنضيف شويه ديال الكمون. كنضيف شويه ديال التحميره وشويه ديال الخرقوم بطبيعه الحال. ثم كنضيف شويه ديال زيت الزيتون، وكنخلطوا هاد العناصر ديالنا مزيان. وما ننساوش اللمسه اللي كتعجبني الصراحه في الحشوات الصراحه، هو الزعتر. كنضيفه في الاخير، ما عنديش، ما كيعجبنيش نضيفه مدقوق، كيعجبني هكا كنحكم ما بين يديا وكنضيفوه في الحشوه ديالنا، كيعطي واحد اللذه والرائحه جميله. وكنخلطوا مزيان ونخليو الحشوه ديالنا حتى تهبط مزيان عاد باش نضيفوا الدجاج. انا ما غاديش نضيف الدجاج، غادي انتما تشوفوا كيفاش غادي نضيفوا لهاد الحشوه هذه. يعني الدجاج راني طيبته من قبل في المريقه، من بعد قطعته شرائح، هو اللي غادي نضيفه كي يعطي واحد المذاق زوين لهاد الحشوه هذه. صافي، كنخلطوا مزيان ونخليو الدجاج ديالنا على ما تدخل فيه المكونات، وهذيك الساعه غادي نزولهم فوق النار. ندوزو للعجينه ديالنا من بعد ما تضعف الحجم ديالها. صافي، دابا غادي نزول منها الهواء وغادي نقسمها لجوج كرات. الكره الاولى غادي تكون كقاعده سفلى للفطيره ديالنا، والقاعده العلويه هي اللي غادي تشد لنا الفطيره من الفوق من بعد ما نوضعوا الحشوه. صراحه العجينه كتجي رائعه، رطبه رطبه كتلصق في اليد، والنتيجه كتجي غزاله، كتجي الفطيره ديالنا مورقه. غير جربوها بهذه الطريقه غادي تعجبكم، اكيد غادي تعجبكم.
صافي غادي ندوزو دابا نطلقوها، غادي نرشو من بعد غادي ندهن المقلاة ديالي، غادي نوجدها ندهنها مزيان بالزيت ومن الجوانب ايضا، وغادي نرش الدقيق عاد باش نطلقوا العجينة ديالنا. هانتوما تشوفوا السمك اللي غادي نطلق العجين. ضروري نطلقوها دائرية، يعني حنا ما غاديش نتقبوها بالفرشيطة، غادي نخليوها عادية كما تشوفوا معايا. كما شفتوا السمك ديالها مرقيقة مغلضة، كتجي رائعة العجينة، سهله العمل، ما كتقطع ما حتى شي حاجه، كتجي واعره بزاف. صافي وغادي نطلع شويه من الجوانب. هاد المقلاه هذه راها كبيره، هي كتبان في الفيديو صغيره، هي راها كبيره، كتجي واحد الفطيره اللي كبيره. السمك ديالو ديال هاد المقلاه دابا نعبره ونخليه لكم في صندوق الوصف. دائما كنكتب لكم المقادير في صندوق الوصف، الا بغيتو ترجعوا اسفل الفيديو صندوق الوصف هو اللي كاين في اسفل الفيديو، واحد لافليش كاين في الجهه اليمنى ديالنا، كتكليكوا عليها وكتدخلوا كتلقاو تما المقادير. وبالنسبه لطريقه التحضير راني كنشرحها هنايا في الفيديو. ما تبخلوش علينا بلي لايك، ما جاتش انكم تفرجوا في الفيديو حتى التالي، وفي التالي ما ديروش اللايك، ديروا لنا اللايك باش هكا كتزيدوا تشجعوني نحط اكثر ونجتهد اكثر ونحط لكم. الصراحه اي وصفه دائما كنقولها لكم، الوصفه راه ما كنحطها الا ومجربه وناجحه، وكنحط لكم بكل التفاصيل ديالها، ما كان انني ما كننسى حتى شي حاجه، اي حاجه كنقولها بكل التفاصيل وشرح مبسط. المهم تحذف ليا واحد المقطع صغير فاش وضعت الحشوه ديالي، من بعد ما ضفت لها الزيتون مقطع او ليكورنيشو، كتضيفوا هاد الاضافات كتعطي الحشوه المذاق رائع. من بعد كنطلق العجينه الثانيه وكان حتى هي كنلمطها بحال اللي كنقولوا كنلمطوها مزيان. من بعد كندهنوها واحد شويه وكندخلوها الفرن. في الاخير ضفت لها واحد شويه ديال الجبن، عاود سخنتها باش داب هذاك الجبن وزينتها. بصحه والراحه، كتجي رائعه، غير جربوها غادي تعجبكم اكيد.